السلام عليكم يا أيها الأصدقاء، اليوم سنزيد المتابعات في الانستقرام بطريقة سهلة. نبحث نقرأ الانستقرام ثم نضغط هنا ثم نديرو حساب جديد وهمي ثم نكتب الاسم ثم نضغط تسعة ثم نضغط هذا نضغط عليه ثم كلمة المرور نقرب بالجيميل نديرهم بالجيميل غادي نخرجو ونمشيو عند التطبيق راه معروف هاد التطبيق هذا غنكلو غنكوبيو هاد الجيميل ثم نضغط هنا ننسخ لنا الجيميل ثم سننتظر نذهب الى ننتظر قليلا حتى يرسل لنا الكود ننتظر قليلا كما ترون او قد وصل الكود ها هو نضغط هنا ثم ننسخ الكود ثم نذهب الى هذا الانستغرام كما ترون ثم نضغط هنا حتى يفتح معنا هذا الانستغرام وهو قد فتح ثم نضع صورة هنا نضغط هنا نيكس ثم نضع صورة هنا كما ترون شي صورة هنا هذه الصورة أمام الصورة اوكي ثم هنا نضغط على زائد ثم نضغط على السلام عليكم الصورة وهذه الصورة ثم هذه الصورة ثم نضغط هنا عندك الباسة قول لي قلت وعد قلنا لا ثم نضغط هنا قلنا نبغى نخلي السلام عليكم لا معناتها لك والو لا سالي ثم نضغط هنا وقد فعلناها هو كما ترون فعلناه هانتوما خوتي احنا فعلنا هذا الانستغرام هذا هو ثم سندخل الى الموقع ندخل الموقع هو شكرا بك يا هذا الرابط هذا الرابط ويبسايت ستة وعشرين نديرو كلمة المرور ثم نضغط هنا حتى يدخل معنا الموقع هذا الموقع رائع وخرافي اللي بغا يدخل له هو هذا الموقع من هنا هذا هو الرابط ديال الموقع ننتظرو تيدخل معنا يتأخر قليلا كما ترون ننتظر قليلا لأنه عليه الضغط هذا الموقع وقد دخل معنا الموقع نشوف القناة هذه فيها 150 نضغط على هذا الشكل ثم نهبط هنا نديرو هذا هو ديالنا الانستغرام ديالي هو غادي نرجعو له كل شيء قدام عينيكم اخوتي هانتوما داكشي ها هو اللي فيه اللاطات ديالي انتي شتي شوفو شحال عدد المتابعين 114 ولاحظو معايا 114 شحال تولي هانتوما غادي نضغطو هنا وننتظر قليلا نضغط عليها ثم ننتظر مع بطء النت ننتظر قليلا
حتى يدخل معنا وقد دخلها كما ترون. عطيونا 15 المتابع، نضغط على ستار وننتظر قليلا اخوتي، انتظروا. الطريقة راها جيدة جدا. ترون اخوتي ننتظر معنا، نمر الانتظار قليلا حتى نرى ما سيحدث. ننتظر قليلا حتى يكتمل معنا هذه العدد الدقائق. عاد ندخلوا للموقع، عاد ندخلوا للانستغرام ديالنا ونشوفوا واش غادي يتزادوا او لا. كما شفتوا قلنا عندنا 114 مشحنات اللي عندنا ديال المتابعين في الانستغرام ديالي. يعني الطريقه راها ناجحه 100% ورائعه. دابا غادي نرجعو للتطبيق، شحال عندنا؟ هاهي ولات 127، شحال زادونا؟ مازال واحد. شفتو الطريقة راه ناجحة 100%. والسلام عليكم ورحمة الله، كنتمناو دعمونا بلايك وسبسكرايب.